السلام عليكم. اليوم نكملوا واش درنا البارح. البارح حبسنا في هاد الصفحه هذه مع السنه الاولى متوسط، ونكملوا الصفحه تاع 42. اوكي لاس اوف دونك حنا عندنا هاد الصفحه تاع بلوك اي تايتل، هذه اللي قلت لكم البارح نديروها كيف كيف باش ما يعني باش نركزوا عليها. وشنو هي؟ هي سهله اوكي، لكن حنشوفوا شنو هي. سو قال لك اي، شكون يقرا لي النص؟ يقرا لي لا بروميير بارتي هنايا، شكون يقرا لي؟ هي قرانيا. You are a new member of your school blog group. Your new friends want to know about you. Introduce yourself. Okay, so introduce yourself. Thank you. هنا قال لك you are a new member، ما كنت كما نقولوا عضو جديد اوكي في السكول تاعك. السكول عندهم بلوك جروب. بلوك وهو مثال كما نقولوا احنا كما نقولوا باج فيسبوك ولا اوكي. سو بلوك كما نقولوا فيسبوك. بلوك جروب your new friends، من الاصدقاء تاعك جدد حبوا يتعرفوا عليك. اوكي انتروديوس يور سيلف، نعرفوا على احنا. دونك هنايا كيما هذه حتشوفوها بزاف في الوقت ديالكم، لانها حتكون عباره على وضعيه ادماجيه. كيفاش ديروها الان؟ واش عندنا هنايا؟ عندنا اولا عندنا اي ورك وذ ماي بارتنرز، ما نخدم مع الصديق تاعي نخدم معاه. To introduce you myself I need، واش لازم؟ اول عندنا ليكس، عندنا ليكس، عندنا هنا نوليدج، عندنا سكيلز، عندنا اتيتود. اوكي سو عندنا نوليدج يعني المعرفه، سكيلز وهي يعني الصفات تاعك كما نقولوا سكيلز، وهما يور سكيلز. هلاو ياسمين. وعندنا اتيتود وهي الطبيعه تاعك، تسمى كيفاش تعمل. اوكي مثال نقول لك، انا نقول لك اول نقول لك ماي نوليدج. اوكي كيفاش نديرها؟ نقولوا ليكسيس ريليتد تو جريتينغ. جريتينغ معناتها راح نرحب. اوكي نبدا بالترحيب. كيفاش نقول لما انت تحبي تكوني عندك زعما مثال انت تلميذ وانتقلت تلميذ الى مدرسه جديده. اوكي رحت لمسجد جديد، لازم تلاقى مع صحابك. اوكي تحط لهم تحب تعرف روحك، واش تقول لهم؟ تقول لهم هلو، هلو، يس هاي. نقول لهم هلا ولا جود مورنينغ. اوكي سو دائما نقولوا هلا ولا نقولوا هاي ولا نقولوا جود مورنينغ. اوكي هذا جريتينغ معناتها نرحب روحي، جريتينغ معناتها الترحيب. اوكي نقولوا هلا ولا نقولوا هاي ولا نقولوا جود مورنينغ. اوكي جود افترنون، يس، ولا نقولوا جود افترنون. سو هذا هو يسموه الترحيب. اوكي جريتينغ افترنون. سو هذا كامل نسموه greeting. شوفوا عليها اوكي، greeting معناتها ترحيب. اوكي سو من بعد نحاول شنو نقول لك. قال لك واش دير؟ قال لك دي auxiliary. اوكي auxiliary to be in the present. اوكي سيمبل مثال شنو نقولوا؟ كي نقول لك auxiliary to be in the present I am. exactly I am. yes. اوكي سو نديرو to be in the present. اوكي واش نبداو؟ نبداو I am. نبداو I am. اوكي you you are very good. yeah you are. اوكي yeah you she she he she is. yes she is. كي نقولو he he is. very good. كي نقولو it it is. it is. yes well done. كي نقولو they they are. yes. كي نقولوا we are. very good. yes. so دائما هذه الادب لان كثير مهم سنة الاولى متوسط. اوكي سو عندنا I am. you are. she he is. it they are. we are. سو هذه مهمه. الان النقطه الثانيه قال لك واش نديروا؟ present simple tense. سو عندنا I am قلناها. اوكي نستعملوا قال لك auxiliary to be in the present. مثال نقولوا with I نقولوا I am. present simple tense مثال نقولوا أي فعل نقولوا فعل to play، verb to play. اوكي كي نحبوا نديروا في البريزنت واش نقولوا؟ I I I play. very good. yes. كي نقولوا she I she play. she plays. yes. very good. سا نقولوا I play she plays. اوكي so she he it plays. هذا ثاني هذا مهم لان التلميذ لازم يعرف she and he راح يكون s. اوكي
هنا عندنا قال لك number 3 is personal pronoun. Yeah, personal pronouns. وشنو هو؟ وهو دائما ضمير. الضمائر نعم هو I. بيتا نقولوا I. اوكي هنا عندنا I. هنا نقولوا she. اوكي هذو هما personal pronouns. ديهم امثلة عليهم نقولوا بيتا نقول لك I ولا نقول she ولا he whatever. اوكي نقطة أخرى حتكون possessive adjective. شنو هو؟ بوستيو أجكتيف دائما نشفو عليه وهو نقوله my okay her his my yes okay نشفو my my mother okay her mother his mother okay دائما نشفو عليها أدو نشفو عليها كي يقول لك بوستيو أجكتيف نقوله my تفكر my no, my mother her mother his mother their mother okay so نعرفو هادو الأهم هادو هو البيز أمبورتون okay نقطة أخرى عندنا preposition. preposition وهو لما نقوله دائما تفكروا ضمير حرف جر exactly حرف جر yes preposition حرف جر and وش هما and لا حرف جر وشنو هما لا حرف جر انا لما نقوله في نقوله in okay متى نقوله انسان in ايضا نقوله at okay at in وايضا عندنا واحده اخرى عندنا from yes بابجي هو from نقولو in at okay in and at no from in and at okay نقول in house ولا at 8 o'clock okay هادو هما preposition يعني proposition in فرنسي كيف والاخر عندنا numbers شكون يقول numbers from 1 to 10 ماد موسى yes تفضل موسى 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 سو هنا هادو greeting دائما معناتها في الترحيب راح نستعملو في الترحيب راح نستعملو present simple اوكي ونستعمل ايضا نعم سو في الترحيب راح في greeting يعني الترحيب راح نستعملو present simple نقولو هاي ولا hello نستعملو toujours sorry verb to be in the present ونستعمل دائما نقولوا متى في الوضعيه استعملوا in at اوكي هادو نستعملوهم الان شوفوا skills اوكي سو كي يقولوا skills واش معناتها اوكي skills واش معناتها skills كما نقولوا صديقو واش عندك كما نقولوا my skills is teaching اوكي الموهبه تاعك اوكي شنو هما فاش انتيا مليحه فوالا فاش انتي مليحه اوكي سو skills تاعك متى نقولوا انيا skills تاعها طيب اوكي so she likes cooking so ميتال الان عندنا skills اولا لما نقولوا قالك النقاط قالك greeting زوج نقاط واش معناتها greeting هما نديرهم سوري تحيه اولا دقيقه so yes اكو تشوفوا هكا يا so نقولوا greeting ميتال تحيه في skills هي هوايه كيف نعم فوالا هوايه واش تحبي ديري اوكي وات يو لايك هوايه هي الهوبي اوكي نقول لك ماي هوبي هي الهوايه سكيت كما نقولوا فاش انت شاطره اوكي فاش واش تحبي ديري فهم سكيز هو يعني باي يور تالنت اوكي سو اي لايك بلاي يس اكزاكتلي كما نقولوا اي لايك كوكينغ ولا نحب اي لايك تيتشينغ ولا اي لايك سو سكيز وهي كما نقولوا الهوبي وهي الهوايه اوكي نو عندنا كيقولوا سكيلز اوكي سكيلز تاعك مثال كل واحد واش يقول لي واش مثال تقول لي مثال يور سكيلز مثال نقول لك يور سكيلز اي زعما نقولوا كوكينغ اوكي كوكينغ نعم شوبينغ شكون يحب شوبينغ سويمينغ فوالا سويمينغ مي لايك سويمينغ يس اي لايك يا شي لايك سويمينغ تحب تعوم اوكي I like shopping. حم نقدين نقدين حب. Okay, so هذا هو. So عدنا هذه. هنا قالك introducing oneself.
شو تقدم روحك؟ ممكن نقدم روحنا لواحد اخر، وش راح تقول؟ شكون يقدم زعما ميتال؟ شكون يقدم لي روحه ليا؟ قدم روحنا ميتال ياسمين، قدمي روحك ليا، انا ما نعرفكش، واش قولي لي؟ ميس ما فهمتش. قدمي روحك ليا، قدمي روحك، انتروديوس يور سيلف ليا، واش قولي لي؟ قولي هاي. كي نقول لك انا انتروديوس يور سيلف تقولي لي هاي ماي نيم از موسى ولا ماي نيم از ياسمين، اي ام 12 years old ولا 11، I live in Algiers ولا I live in Annaba. Okay. Yeah. I like swimming. فهمتي؟ هذا هو كنقول لك introduce yourself. Okay. قدمي روحك. شكون يقدم لي روحه؟ okay. So عندنا موسى ومن بعد شيماء ومن بعد ياسمين. Yes. So مثلي موسى مثلي شكون انت؟ وين تسكن؟ شحال في عمرك؟ واش تحب؟ Yes. Okay. Hello, my name is Musa. I am 12 years old. I live. I am from Algeria, but I live in Batna. Okay. I like shopping. I like play. Very good. Well done. Okay. So this is nice to meet you. What's your name? Glad to meet you. Very good. Well done. Yes. Shaima, tfadli. ولا ياسمين؟ مين؟ اوكي. هاي my name is شيماء. I live in Algeria. Okay. Like swimming. Yeah. Very good. I like swimming. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you, شيماء. Glad to meet you. Okay, so yes, Shaima is she lives in Algeria. She likes swimming. Donc, الآن كملنا skills. Skills تاعنا هو واش نحبو نديرو. الآن ديرو attitude. واش معناتها attitude؟ شكون يقول واش معناتها attitude؟ كيقولوا attitude معناتها الإنسان، صفة تاع الإنسان كيفاش عامل. مثال نقول لك أنايا being polite، انا انسان مربي، اوكي، نحشم. polite معناتها انسان مربي، اوكي، خجول. polite معناتها يحشم، فوالا، خجول، فوالا، مربي، مربي، اوكي، خجول هو الشاي، كنقولوا الشاي، سو عندنا خجول وهو الشاي، اوكي، عندنا polite وهو انسان مربي، كنقولوا بولي، إلي بولي. سو كي نقول لك هنايا قال لك attitude، نديرو نحطو being polite. نقول لك مثال، عطيني جملة هنا نقول لك عليها. نقول لك I am polite with my friend. اوكي، نقول لك I am polite with my friend. اوكي، نقول لك I am polite with my friend. اسمع، انا مربي مع اصحابي، اوكي، نقدرهم، اوكي، نواسيهم. مثال نقول لك I am polite with my نقول لك with my teacher. ما انا مع الشيخة تاعي، انا سي بولي مع الشيخة تاعي. نمبر 2 ريسبكت، واش معناتها ريسبكت؟ شكون يقول لي ريسبكت؟ احترام. احترام، فيري غود. يس، ريسبكت هو الاحترام. كي نقولوا ريسبكت، مدي لي جملة فيها ريسبكت. اعطيني جملة. I respect. Okay, دائما قولي respect my teacher. Exactly, yes. I respect my teacher. I respect my friends, my classmate. قول I respect my classmate. دائما كما قلنا من الأول، استعملوا present simple. قولوا I. Okay, I verb to respect in the present. قولوا I respect. نستعملوا ال possessive adjective نقولوا my. Okay, دائما نستعملوا كلمة ديو وضعية إدماجية. هذه عبارة على وضعية إدماجية. You describe yourself. Okay. نقدموا احنا. متى كنحبوا نقدموا احنا وش لازم نديرو. مفهوم؟ هذه كتير مهمة. كل واحد لازم يشفي عليها. Yes. فوالا، بعد ما نضيف. الآن عندنا هذه. فوالا، عندك قال لك صفحة 43. قال لك I think and write. واش معناتها؟ قال لك You want to join the school. أنت حبيت تروح school. اوكي، عندك سكول جديد. You want to join، حبيت تلتحق بالسكول تاعك.
English language class. كوتا إنجليزية. Fill in your ID card. Then introduce yourself. وش معناها؟ معناتها كل واحد وش يدير لي؟ كل واحد يعمالي هذه يا يعمرها لي. Okay. Your first name. Your family name. Your age. Your class. Your school. Your town. And your phone number. 200. ومن بعد ديري نص على هذه المعلومات ديري نص عليها. Introduce yourself. 200 ديرو first name. وش معناتها first name؟ اسمك. اسمك. الاسم نعم. First name اسم. Family name وهو اللقب. لقب. نعم. لقب. Yes. ديرو 200. مديوش تصحيحها. ديرو 200 first name قولوا 200 قولوا آية. اوكي. Family name قولوا 200 قولوا بيبي. اوكي 200. اوكي. الايش تاعك؟ نعرفوا الايش تاعنا. حنا المهم ماشي المهم في الإجابة. المهم فهموا وش معناتها. اوكي. الايج هو 12 200. كلاس اي 200 نقراو حنا تقراي سيكند كلاس فيرست كلاس فيرست كلاس. نعم مادام ايج معناتها عمرك. الايج يس ايج معناتها لاج العمر تاعك. نعم اوكي عندنا لاج هو العمر تاعك. نعم يس. سو عندنا الفيرست نيم هو الاسم. فاميلي نيم هو اللقب. فاميلي نيم. اي هو 12. يور كلاس معناتها اي كلاس اي قسم انت. انا فيرست كلاس من السكول. اوكي السكول تاعك نقولوا مثال بن بولعيد. بن بولعيد هكا يا بن بولعيد ميدل سكول. اوكي وعندنا ايضا عندنا تاون. واش معناتها تاون؟ شكون يقول لي تاون واش معناتها؟ تاون معناتها سيتي. اوكي 200 قول باتنا. اوكي ولا عنابه. اوكي تاون هي سيتي. ماس نعم معناتها السكن. التاون تاعك يعني التاون تاعك سيتي معناتها وين تسكني. ماشي ماشي البلاد. لكن ماشي البلاد لكن التاون ما نقولو الجيرز ولا عنابه ولا. اوكي سو التاون تاعك مين تي يمين. انا نقول باتنا مثال ولا سكيكدا ولا عنابه. اوكي سو باتنا نقولو. فون نمبر نقولو 000 هذا فون نمبر تاعك. هذا المنطقه. المنطقه نعم ويل دان يس. الان لما نعمروا هذه الاي دي كارد قالك قالك ان دان انتروديوس يور سيلف تو ذا كلاب. كل واحد منكم واش يدير لي؟ يكتب لي نص. اوكي يدير لي نص واحد من عنده ويلصق لي هادو في نص. مثال شكون يقول لي كيفاش نديرو؟ شكون يقول لي اول مثال؟ ماذا تفضل موسى. اول حاجه نديرو هي التحيه. اوكي سو يتقدم سو انتروديوس لازم نديرو التحيه نقولو هاي. اوكي ولا هلا ولا ويل دان نديرو هاي نقولو هاي. ومن بعد نقولو فيرست نيم. My name. قول my name. My name is. Yes. Introduce yourself. My name. My name is Musa. Yes. Yeah. And. My. Musa Hamd. قول my family name. Okay. Okay. My family name. ميتان قول لك Ben. Okay. So, my name is Musa. My family name is Ben. تحب تخليها تقول موسى بن كما تحب. هيا. So, وش نقول عليك؟ I am 11. Okay, so 12. I am 11 years old. Voilà. Okay, I am 11 years old. Okay. Class. My class. I am in. وش نقولو؟ مثلا نقولو I am in بن بولعيد. بن بولعيد middle school. I am بن بولعيد middle school. قلت مثلا أني في المدرسة الفلانية. لكن قبل سينا first class I am نقولو I am my class. yes نقولو I am نقول I am a first class pupil. وش معناتها pupil؟ تلميذ. Very good. Yes. نقولك I am a first class pupil in بن بولعيد. Voilà. In بن بولعيد. Okay. So ديو B capital لأنها عندها. In بن بولعيد middle school.
دقيقة نديها حتى باش تبان. اوكي سو هذه هي. سو هاي ماي نيم از موسى، ماي فاميلي از بان، ولا نقدروا نقولوا ماي نيم از موسى بان. اوكي كما تحبوا، انا نقول اوكي نقولوا موسى بان باش ما نديروش تكرار. I am 11 years old. I am a first class pupil in middle in بن بولعيد middle school. Okay. واش تاني باش نديرو؟ واش نقولو؟ كي نحبو نديرو التان واش نقولو؟ My town. نقولو my town ولا نقولو I live. I live. فوالا. I live in Scotland. In Batna. In Batna. I live in Batna. هادي حديوها يعني من بعد حديوها من بعد بزاف بزاف في الوضعيه اللي ما جيت تشوفوا عليها برك زعما كان اي بي باتنا. نقولوا كش نقولوا ماي فون؟ نقولوا ماي فون نمبر. ماي فون نمبر دائما ديروا زيدوا غير ماي. اوكي ماي فون نمبر از 089007. اوكي مثال. اوكي سو ماي فون نمبر هذه هي الوضعيه اللي ما جيت. لما نقول لك انتروديوس يور سيلف دائما ديو my name ونستعملو I am. اوكي نستعملو دائما الverb to be in the present ونستعملو my name. ودائما ما نساوش دائما نزيدو نديرو hi introduction ودائما مادم full stop وفول stop على الاخر. نعم well done. وكاينه حاجه نشفو عليها لما تكون عندك اسم تاع بلد ديو باتنا نديرو capital B. اوكي سو هادي صغيره ليف صغيرة ماشي كبيرة ليف. اوكي لي نو فاليف بن بولعيد نفس الشيء نديرو كابيتال بي لأنه هو اسم تاع سكول. اوكي مفهوم نديرو اسم واسم تاع موسى دائما نديرو كابيتال لاتر وبان ايضا. اوكي هذه هي اللي لازم تشوفوا عليها لأن هذه حتشوفوها بزاف بزاف لازم كل واحد يدير عليها وحده. اوكي الان بون هنا واش نقول لكم هاد التمرين هذايا اذا عندكم صفحه ولا ما عندكمش؟ عندنا. اوكي عندكم صفحه في لا عندكم بون نصورها لكم بعد حالكم. كل واحد يسيي يجاوب لي هنا يجاوب لي هاد السؤال. اوكي كل واحد واش يدير؟ قال لك ناو اي كان واش معناتها الان نقدر؟ قال لك يس ولا نو. مثال إذا كل واحد يخدا يحاول فيه ولا ما كاش نديروه يوم الجمعة نديروه مع بعض. أوكي. أوكي. نفس الشيء عندنا نفس الشيء. Yes I can. Greet my teacher وش معناتها؟ Greet my mate. مثال greet ومعناتها نقولو ترحيب. لما نقول نرحب بالشيخة تاعي حنقول hello teacher. أوكي. ولا good morning teacher. أوكي. ولا نفس الشيء نقولو hi teacher. لما نقولو greet my mate نقولو hello موسى ولا هاي شيماء. اوكي ولا هاي. اوكي سعودية great يعني ترحيب. الان كل واحد يسير هذا التمرين وحنتلاقاو يوم الجمعة ونكملو. اوكي هذه ماشي هذه لعبة ما عندنا ما نديرو بها لانها عبارة على نركبو كلمات. وهنا هذه اغنية. اوكي وهذه عبارة على pronunciation. نقرأ pronunciation هاد الجمعة نديرو هاد الصفحة هاد الجمعة نديرو هاد الصفحة والصفحة هادي اللي شفناها. سو باش ما ننساش هاد الجمعة نديرو الصفحة 44 هادي كاونت كات ونديرو الصفحة 45 هادي أغنية 46 ونديرو الصفحة هادية نقراوها pronunciation ونديرو نحلو السيجي تاع الفرد وكملنا سيكونس 1 وبعد نديرو السيجي تاع الفرد نحلوه كيف كيف. اوكي اوكي نتلاقاو مع يوم الجمعة ان شاء الله. تهلاو في روحكم ان شاء الله. جود باي ميس. جود باي. شكرا شكرا لكم. شكرا باي. جود باي. جود باي.